ما يزيد عن 10 أو 11 شهر، ولا زال المجتمع الدولي يعني في صمت مخزي، ولا زال هناك تخاذل عربي وإقليمي ودولي في نصرة إخواننا في غزة. سنظل مستمرين في التضامن والتظاهر والتنديد بهذه الجرائم وهذه الإبادة. لا ندري متى سيتكلم عن هذه القضية ومتى سيفيق هؤلاء القادة وهؤلاء الزعماء ليتكلموا عن ما يجري في غزة من قتل وإبادة جماعية للأطفال وللنساء ولهدم المنازل. هذه القضية الفلسطينية هي قضية أمة. استمرار الجرائم الدائمة والمستمرة بحق إخواننا في قطاع غزة وفلسطين عموما، بينما هناك جسر قوي مستمر من أمريكا. نرى أيضا تخاذل من الدول العربية والإسلامية. الدول العربية والإسلامية أكثر من 22 دولة عربية ما استطاعوا إدخال شربة من ماء، فنطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية القيام بواجبهم لإنقاذ إخواننا في غزة من هذه الإبادة التي يتعرضون منها من الكيان الصهيوني. ما نشاهده من مجازر ومن مآسي وآلام وتدمير في غزة ما هو إلا دليل على هذا العالم المتخلف، العالم الذي يدعي الحرية ويدعي الكرامة وهو في قمة السفالة والانحطاط، بما نراه وبما نرى من تخاذل من حكام العرب ولا وبقية العالم.